عبر الهاتف ينضم إلينا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أرحب بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك فندم والسادة المشاهدين. أهلا بك سيادة اللواء. وفي نفس الإطار، 7 سنوات من البناء والتنمية وتضافر لرجال الأمن ما بين الجيش والشرطة، كيف ترى هذه الفترة الماضية؟ الحقيقة مكافحة الإرهاب في مصر بدأت من 2011، والحقيقة كانت البداية كانت بداية الحقيقة قوية واستمرت وتوجد بالعملية سينا 2018، وكان الحقيقة الجيش والشرطة هم الذراع القوي اللي قدر يواجه الإرهاب في بعده العسكري والأمني. خليني قبل ما اخد في النقطه دي بعمق شويه ان انا اقول في مسارين اخرين، وهو مسار محاربه ومواجهه الفكر المتطرف، والدوله برضو الحقيقه حققت جهود فيه كبيره جدا، والمسار الثالث وهو محاربه الارهاب بالتنميه. وجود مشروعات تنميه على اختلاف انواعها الحقيقه بيقلص الاستقطاب الخارجي ويخلي المواطن عنده فرصه عمل وعنده امل في المستقبل. ارجع تاني للبعد الاولاني العسكري والامني. البعد العسكري والأمني تميز الحقيقة أنه يعني يعمل تحت مظلة قانونية، والنقطة دي اتسمت بها عمليات مكافحة الإرهاب في مصر. وعشان أكون محدد جدا، القانون 94 لسنة 2015 قانون واضح جدا، وهو المظلة التي تعمل تحتها القوات المسلحة أو الشرطة. في دول تانية الحقيقة كان البعد القانوني كان صعب جدا، والحقيقه لحق الاذى مدنيين في بعض الدول اثناء عمليات مكافحه الارهاب. هذا الموضوع كان في مصر الحقيقه لا مش موجود. النقطه الثانيه ان القوات المسلحه كان عندها القدره العاليه جدا على السيطره على الحدود الاربعه، على الاتجاهات الاستراتيجيه الاربعه بصوره كامله، لعزل الارهاب اللي موجود في مصر عن اي ارهاب في المنطقه، الارهاب موجود في المنطقه، ومنع اي امدادات سواء بالسلاح او بالافراد للارهاب الموجود في مصر. وده كان نقطة حاكمة في النجاح في عمليات مكافحة الإرهاب. التنشيط المستمر والبحث عن الإرهاب ده خلى الحقيقة عمليات مكافحة الإرهاب تبقى فعالة، وإن أنا أوقد كل العمليات الإرهابية أو معظمها قبل ما تحصل. حقق نجاحات كبيرة جدا في هذا الموضوع والعالم أشاد بيه، وأحد المؤشرات الواضحه جدا في اشاده العالم بعمليات مكافحه الارهاب التدريبات المشتركه اللي عددها كبير جدا على عمليات مكافحه الارهاب والحرب غير التقليديه، اللي بتطلب الدول على اختلاف اماكنها سواء دول كبيره او دول موجوده حتى في الاقليم عندها قوات مسلحه حجمها اقل مع مصر. فده مؤشر واضح جدا لعمليات مكافحه الارهاب في مصر. ما زال الارهاب موجود في المنطقه، وبالتالي ما زال في جاهزية عالية جدا للقوات المسلحة والشرطة علشان تقدر تتدخل بصورة حاسمة وتمنع عمليات الإرهاب قبل ما تحصل أو أي تسلل أو اختراق للحدود المصرية. شكرا جزيلا سيادة اللواء الطيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كنت معي هاتفيا من القاهرة.